في البصرة، كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة عقيل الفريجي عن إلقاء القبض على شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. الحقيقة اليوم مديرية مكافحة المخدرات نفذت واجب مهم جدا، استطاعت من خلال هذا الواجب أن تلقي القبض على شبكة مهمة من تجار ومروجي المخدرات. الآن التحقيقات جارية والمتهمين في قبضتهم أكثر من متهم، والعملية بصراحة عملية نوعية وعملية كبيرة. هؤلاء التجار أو المروجين المخدرات نعتبرهم دوليين لأن يشتغلون خارج حدود البصرة، يعني من البصرة وإلى خارج الحدود إلى إحدى دول الجوار. التحقيق جاري، وإحنا لهالساعة المتأخرة مع الأخوة ضباط التحقيق في مديرية مكافحة المخدرات حتى نعطيهم دعم ونعطيهم غطاء قانوني. إن شاء الله بس يكتمل التحقيق وتكمل إجراءات القضاء راح نعلن بوقتها إن شاء الله عن هذه العملية اللي هي عملية مهمة. استطاعوا أولادنا ورجالنا وأبطالنا وأخواننا من مكافحة المخدرات أن يلقوا القبض على المتهمين في هذا الملف.